وفي أجواء إيمانية وروحية وبمراسم مهيبة، احتفلت البطريركية اللاتينية بقداس إلهي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن. تم خلاله منح شدياق جديد في كنيسة شهداء الأردن اللاتين في منطقة مرج الحمام. التفاصيل في سياق هذا التقرير. ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن القداس الاحتفالي بمناسبة رسامة شدياق جديد على مذبح الرب في كنيسة شهداء الأردن للاتين مرج الحمام، بمعاونة كاهن الرعية الأب أشرف النمري والأب سيمون حجازين والأب سامر مدانات والشماس يوسف فتال. وحضر القداس ذو المرتسم المهندس حازم مدانات وراهبات كل من الوردية والقديس يوسف وجموع من المؤمنين. وفي مراسم الخدمة الليتورجية وبعد قراءة من الإنجيل المقدس، تحدث سيادة المطران في عظته عن الآلام في حياتنا وعن المثل التي تحدث عنه يسوع في إنجيل متى، وكيف حثنا على الانتباه للخشبة التي في عيننا قبل النظر إلى عيوب إخوتنا. عندها نستطيع أن نخرج القذى من أعين إخوتنا. اللي بده يصلح الآخرين بده يكون متواضع، أن يتكلم بوداعة بهدوء بدون إذلال للآخرين. أنا إذا بدل الشخص ما بتصلح، بالعكس يصر على رأيه، بصيرش أذله، بدي أتكلم معه بكل وقار واحترام وهدوء، لأنه إصلاح الآخرين تشبه عملية جراحية مؤلمة. إخراج الخشبة من عين الآخرين هي عملية تؤلم، لذلك يجب أن أقوم بذلك بكل حساسية ورقة وهدوء ووداعة. أيضاً يوجد حالات لا تنفع إلا الصلاة، يعني الشخص اللي بدي أصلحه لا يصطلح بمجرد النصيحة أو الكلام، لازم نصلي له، ويمكن لازم نصلي له كثير مش شوي. أنتوا بتعرفوا القديس أغسطينوس الفيلسوف واللاهوتي، إمه مونيكا قديسة وهو قديس، إمه مونيكا كانت تصلي له مدة 15 سنة لأنه ابنها كان بعيداً عن الله ويعمل كل شيء اسمه خطية بباله، كان إنسان بعيد عن الله وكان يسيء للآخرين، وأمه كانت تصلي له، قعدت 15 سنة تصلي له وكانت تسمي ابن الدموع، لكن لما صلاتها استجيبت، أغسطينوس الشاب في القرن الرابع طلب العماد، ارتد، غير حياته، أصبح ناسكاً ثم أصبح كاهناً ثم اختير أسقفاً وصار معلماً للكنيسة ومن أباء الكنيسة وأصبح قديساً. كما حث سيادة المطران الشوملي الجميع على الصلاة ووداعة القلب، وأن نودع أنفسنا لدى الله الذي يشفي قلوبنا
وشرح لجموع الحاضرين عن رتبة الشدياق في الكنيسة وأهميتها في خدمة الأفخارستية وخدمة مذبح الله وتقادمه. كلمة شدياق تأتي من اللغة اللاتينية سوبدياكونوس أو من السريانية، وتعني الشماس الرسائلي، يعني الرتب في الكنيسة هي قارئ، شدياق، شماس إنجيلي، كاهن، أسقف، فهي من الرتب التي تقرب صاحبها من خدمة الهيكل. هذه الرتبة، رتبة الشدياق، تخول من يحمل هذه الرتبة أن يحضر التقادم أثناء القداس، أن يمنح المناولة يوم الأحد عندما يكون هنالك جماعة كبيرة في الكنيسة حتى لا تستغرق المناولة فترة طويلة. ممكن أيضاً في حالات استثنائية أن يمنح المناولة للمرضى في البيوت إذا طلب منه. ممكن أيضاً أن يعرض القربان الأقدس للسجود، وأي أمر آخر يتعلق بخدمة الهيكل وتحضير خدام الهيكل للخدمة. إذن الشدياق هي رتبة كنسية مهمة، ونحن سعداء بأنه في كنيستنا اليوم في 21 شدياق جديد، بالإضافة إلى الكنز الثمين اللي نملكه اللي هم الشمامسة وعددهم 8 وهم بيخدموا في رعايانا الكبرى. نشكر الله لأنه منحنا اليوم لرعيتنا شدياق جديد. وبدي أقدم أخونا حازم للي بيعرفوش، رغم أنه معروف لدى معظمكم، هو عضو في مجموعة العائد المقدسة مرج الحمام، يخدم الكنيسة باستمرار إلا إذا كان خارج الأردن، يريد أن يكرس وقتاً أكثر للشبيبة الطالبة والعاملة وللبراعم والكشاف. هو يعمل منذ، هو مهندس ويعمل منذ 22 سنة في شركة جوايكو، واليوم نحن سعداء بأنه سوف يتقدم من رتبة الشدياق. ومبروك أخونا حازم. وبعد العظة تلا سيادته رتبة الرسامة مسلماً الشدياق الجديد الإناء المقدس مع الخبز والخمر، قائلاً له: اجتهد في أن تكون أهلاً لخدمة مائدة الرب والكنيسة. والكنيسة، آمين. مبروك. وفي ختام القداس وبعد التناول من الأسرار المقدسة، قدم الشدياق الجديد حازم مدانات كلمة شكر فيها سيادة المطران على ترأسه الصلاة ومنحه الرتبة، كما شكر أيضاً قدس الأب أشرف النمري والأب حنا كلداني على متابعتهم له، وشكر عائلته ورعيته في مرج الحمام. والله يقويني اللي أقدر أقوم بهاي المهمة على أتم وجه وبخدمة الجميع إن شاء الله. وشكراً سيدنا، وشكراً أبونا، وشكراً للجميع. ومن ثم توجه جموع المحتفلين لقاعة الكنيسة ليتبادلوا السلام والتهاني مع سيادة المطران الشوملي والشدياق الجديد.